سؤال مهم بتسأله كتير عن الحشوات البيضه. الناس كتير بتبقى لسه عامله حشوه جديده وبيحسوا بالام بعد ما يعملوا الحشوه لمدد تتراوح ما بين اسبوع لشهر مثلا. هل ده طبيعي؟ وهل الوجع ده هيختفي ولا هيفضل على طول؟ طب نعمل ايه؟ نرجع لدكتور السنان ولا نروح لدكتور سنان تاني ولا نستنى ونصبر وناخد مسكنات؟ فاول حاجة نقولها ان احنا نطمن، يعني ما تقلقوش، اللي عمل حشوة وبقالها كم يوم ولسه بتوجعه ولما بيشرب مية ساعة شوية بتسمع معاه، لو عض مثلا ممكن مع العض يبقى فيه ألم بسيط، ده طبيعي، ده بيحصل نتيجة الشغل اللي اتعمل في السنة، العصب بيكون حصل له نوع من الـ يعني الـ الأذى، فعلى ما يتلم الموضوع ده بياخد له يومين ثلاثة ممكن أسبوع. ممكن ناخد مسكن بسيط زي الباراسيتامول لو الموضوع زيادة شوية لغاية لما الأمور تهدى. طب لو الوجع ده استمر لمدة أطول من أسبوع، غالبا بيبقى السبب حاجة من ثلاثة، يا إما الحشوة عالية شوية فدي ممكن دكتور السنان بسهولة يشيل الحتة العالية والأمور بتظبط، يا إما يكون في تسريب بسيط ما بين الحشوة وسطح السنة وده برضو بيتعالج بسهولة عند دكتور السنان، بيحط مادة كده بسيطة، مادة لاصقة اللي هي اسمها بوند، بيقفل بيها التسريب البسيط ده والأمور بتمشي. الحالة الثالثة اللي ممكن يكون فيها آلام تستمر أكتر من أسبوع أو 10 أيام بتبقى الحالة اللي فيها العصب تضرر، بيبقى فيها الحشوة عميق والتسويس قريب من العصب. هنا في الحالة دي ممكن الدكتور بيشيل الحشوة وبيقيم الوضع، هل محتاجين نعمل علاج عصب ولا لا. أحيانا كثيرة لما منشيل الحشوة ونحط مادة مهدئة كده زي الأورنفل ونحط حشوة مؤقتة كم يوم ونرجع تاني نحط حشوة جديدة، الأمور بتهدى وما بنحتاجش نعمل علاج عصب والآلام بتختفي نهائيا. فإن شاء الله الموضوع بسيط، ما تقلقوش، دمتم بصحة وعافية، مع تحياتي دكتور وائل تفاحة.